نبدأ في نظام الإحداثيات الثاني بعد نظام الإحداثيات الكارتيزي اللي هو نظام الإحداثيات الأسطواني. نشوفه هنا: The system consider any point as interaction of three perpendicular surfaces. كيف ما كان عندي في نظام الإحداثيات الكارتيزي، كان النقطة يشار إليها كتقاطع ثلاث مستويات. فلو كان نقطة الأصل، إذن هي تقاطع ثلاث مستويات x يساوي صفر والمستوى y يساوي صفر والمستوى z يساوي صفر. لو بنشير إلى نقطة أخرى مثلا واحد واحد واحد، إذن هي تقاطع ثلاث مستويات: المستوى الأول x يساوي واحد، اللي هو x يساوي واحد جميع نقاط x من جميع نقاط y، المستوى الثاني x يساوي واحد y تساوي واحد، إذا y يساوي واحد، والx جميع النقاط، والz جميع النقاط، والبلين الأخير اللي هو z يساوي واحد، معناها جميع نقاط x وجميع نقاط y والz يساوي واحد. هذين الثلاث أسطح يتقاطعان في النقطة واحد واحد واحد. في نظام الإحداثيات الأسطواني حيكون عندي أيضا ثلاث أسطح. السطح الأول هو عبارة عن الأسطوانة الدائرية رو تساوي كونستانت، ثم عندي البلين أو المستوى اللي هو فاي تساوي كونستانت، وعندي البلين الأخير. السطح الأخير هو عبارة عن بلين زد يساوي كونستانت. لو نجي نشوفوه هنا، كما تشوف عندي أول حاجة المستوى الأول اللي هو رو تساوي كونستانت، طبعا هذا يمثل اسطوانة دائرية نصف قطرها رو يساوي قيمة معينة A مثلا كونستانت كيف ما نشوفها. فهذه هي الاسطوانة، السطح متاعها واضح عندي هنا، هذا سطح الاسطوانة رو تساوي كونستانت، هذا السطح الأول. السطح الثاني هو البلين فاي تساوي كونستانت. وين البلين فاي تساوي كونستانت؟ نبدأ من الصفر، الصفر طبعا هيكون على المحور x، تحرك زاوية مقدارها فاي بالشكل هذا، تنتهي عند النقطة اللي نشوف فيها هنا، وبالتالي فاي تساوي كونستانت تعطيني البلين اللي نشوف فيه هنا، فاي تساوي كونستانت. هذا البلين الثاني، أشرت له بلون آخر مثلا يكون عندي بالشكل هذا. ما زال عندي البلين الأخير وهو زد يساوي كونستانت، أيضا زد كيف نتوصل إليها؟ نبدأ من نقطة معينة مثلا على المحور، أي محور، نرفع إلى أعلى باتجاه الزد مسافة معينة مقدارها زد، وبالتالي يكون عندي المستوى الأخير زد يساوي كونستانت كيف ما نشوف فيه هنا. ولو أشرت لكالبلين حيكون هو بالشكل اللي نشوف فيه هنا. عندي البلين هذا كله هو عبارة عن زد يساوي كونستانت. فبالنسبة للرو أيضا تكلمنا عليها أول حاجة، لكن هنا نزيد نوضح كيف نمثلها. نبدأ من محور زد ونتجه بالشكل هذا نصف قطر أسطوانة، أو ممكن تكون أوضح عندي لو حولت هذه تكون عندي أوضح أوضح بالشكل هذا. نبدأ مثلا من المحور زد وننتقل إلى رو تساوي كونستانت، هذا نصف قطر أسطوانة معينة سواء بالشكل هذا أو بالشكل هذا، المهم تبدأ من المحور زد وتكون عندها الحركة بالشكل هذا. إذا الثلاث مستويات هذين حيتقاطعان في نقطة مثلا وهي بي، نقطة بي اللي نشوف فيها هنا تقاطع فيها ثلاث مستويات، وبالتالي نقدر نوصف نقطة في نظام الإحداثيات الأسطواني كتقاطع ثلاث مستويات. المستوى الأول وهو أسطوانة دائرية نصف قطرها رو، المستوى الثاني أو السطح الأول أسطوانة دائرية نصف قطرها رو، السطح الثاني هو المستوى فاي يساوي كونستانت، والسطح الأخير وهو المستوى زد يساوي كونستانت، إن الثلاثة يتقاطعان في النقطة المشار إليها. نفس الكلام واضح عندي هنا في الشكل الثاني. لو نجي نشوف نبي نوصل لنقطة بي،
نوصل للنقطة B حنتحرك، عطاني B حتكون عبارة عن نقطة رو وفاي بالإضافة إلى الزد. فكيف نمثلها؟ أول حاجة نتحرك نصف قطر أسطوانة مقدارها رو. شكلها وصلت للنقطة هذه تمام. بعدين نتحرك إلى المستوى زد تساوي كونستانت، زد تساوي كونستانت. نتحرك إلى المستوى معلش فاي تساوي كونستانت، فنبدأ من نقطة انتهيت منها بالشكل هذا ونتحرك زاوية مقدارها فاي. لو قلت زاوية مقدارها فاي فكلها هذا بالزوايا، لكن كان تحرك كمسافة، إذا عبارة عن أيوه طول قوس، عبارة عن طول القوس. معروف طول القوس شنو يساوي. بعدين نرتفع إلى أعلى باش نوصل للنقطة اللي نبيها بالشكل هذا، زد تساوي كونستانت. بالتالي وصلت للنقطة في، وصلت للنقطة في. بالتالي نقدر نوصف النقطة عن طريق الإحداثيات الأسطوانية. نفس النقطة نقدر نوصلها عن طريق الإحداثيات الكارتيزية بقيم مختلفة، أو بالإحداثيات الكروية أيضا بقيم مختلفة. طبعا أنا واضح عندي اتجاه المحاور، محور X بالشكل هذا، المحور Y بالشكل هذا، المحور Z إلى أعلى بالشكل هذا. باهي نبي المحاور الأخرى شنو اتجاهها، شنو اتجاه المحاور الأخرى. عندي محور الأيرو متجه الوحدة، طبعا متجه الوحدة، شوي نمسح هذين، متجه الوحدة يكون عندي يشير إلى شنو، يشير إلى اتجاه المتجه. فعندي محاور ثلاثة هنا، محور اللي هو يشير له بالأيرو، المحور الثاني نشيل له بالفاي، المحور الثالث نشيل له بالزد. فاي والرو والزد، الأول يكون عندي باتجاه الرو. شنو هو اتجاه الرو؟ هو اتجاه زيادة نصف قطر الأسطوانة. بالتالي نصف قطر الأسطوانة اللي قاعد نرسم فيها بالشكل هذا، تبدأ من نقطة الأصل وتكون بالشكل هذا، أو تكون بالشكل هذا، أو تكون بالشكل هذا. فاتجاه زيادة نصف قطر الأسطوانة رو يكون بالشكل هذا، فهذه تشير إلى الاتجاه اللي موجود عندي هنا، اتجاه الرو. باتجاه الفاي واضح اتجاه زيادة الزاوية فاي يكون بالشكل هذا، هيكون في الاتجاه هذا. وبالتالي لو نلاحظ هنا متجه الوحدة اللي يشير للمحور فاي هيكون بالاتجاه، باتجاه زيادة زاوية دوران المستوى. بالزد نفس المحور اللي موجود في الإحداثيات الكارتيزية يكون إلى أعلى بالشكل هذا، يكون إلى أعلى من نقطة الأصل إلى أعلى. فعندي الأيرو والأي فاي والأي زد نقدر مثلهم بالشكل، بالشكل هذا. تكلموا في السلايد هذه على وحدة مساحة تفاضلية أو سطح تفاضلية، وحدة أو وحدات، وحدة حجم تفاضلية. لو نجي نشوف أنا المكعب اللي نشوف فيه قدامي هنا، مثل في تغير بسيط في المسافات على المحور زد وعلى المحور رو وعلى المحور فاي. فلو نجي نشوف المكعب هذا من شين تكون، لو نشوف أول حاجة دي رو، دي رو هذه عبارة عن شنو، زيادة، في زيادة بسيطة نعتبرها في نصف قطر الأسطوانة، نصف قطر الأسطوانة نسميه الدي رو. بمعنى من النقطة هذه لعند النقطة هذه أو بداية الشكل هذا هي عبارة عن الرو، نضيف عليها الدي رو تحصل على، تحصل على رو بلس دي رو، رو بلس دي رو عند النقطة، عند النقطة هذه. بمعنى ان عندي زيادة في نصف الاسطوانة بمقدار دي رو، او تغير بسيط في المسافة بمقدار دي رو. هذا بالنسبة لنصف الاسطوانة. بهنجولي التغير على الفاي لعند النقطة هذه، لو بديت من الاكس وصلت لعند النقطة هذه، اذا عندي الفاي حدث تغير في الزوايا بمقدار دي فاي زيادة بسيطة. ف
فتكون عندي المسافة هذه عبارة عن الدي فاي، وبالتالي بيش نوصل للنقطة اللي عندي هنا. إذا الفاي بلس الدي فاي، الفاي عندنا الفاي بلس الدي فاي، تحصل على فاي بلس الدي فاي عند النقطة الثانية. بالنسبة للتغير في الزاوية، لو تكلمت على تغير في الزاوية، إذا التغير البسيط اللي حدث في الزاوية هو عبارة عن دي فاي، هو عبارة عن دي فاي. هذا بالنسبة للزوايا، لكن هنتكلم على المسافات. إذا عندي طول قوس، هذا عبارة عن طول قوس، كيف نشيله في الشكل؟ تبع معي، هذا هو طول القوس اللي هو نفسه طبعا طول القوس الموجود هنا عندي في الأعلى. به طول القوس شنو يساوي؟ مظبوط، نصف القطر في الزاوية، نصف القطر في الزاوية. لو كان عندي مثلا قوس بالشكل هذا، المسافة هذه هي الآر، والزاوية هذه عبارة عن ثيتا، كم طول القوس هذا؟ هو عبارة عن الآر مضروبة في الثيتا، الآر مضروبة في الثيتا. به لو كملت الدائرة هذه كلها كدائرة، كم طول القوس يصبح بالكامل للدائرة الكاملة؟ هو محيط الدائرة، هو محيط الدائرة. كم تصبح الزاوية هذه؟ 2 باي 360 في نصف قطر الدائرة وهو الار، 2 باي في الار وهو محيط الدائرة، هو عبارة عن الطول الخارجي للدائرة. فنحن تكلمنا على القوس، إذا القوس هو نصف قطر الدائرة مضروب في الزاوية، مضروب في الزاوية. نمسح الكلام هذا، نستمر مع نظام الإحداثيات الأسطواني. إذا طول القوس لو تكلمنا على الزاوية حقت عبارة عن دي فاي، ولو بنتكلم كطول قوس وهو اللي حنشتغل عليه هنا كمسافات في حساب حسابات المساحة و مساحة والحجم. إذا عبارة عن التغير في الزاوية دي فاي مضروب في نصف القطر، نصف القطر وهو الرو. الرو منين جت؟ من النقطة هذه الأصل اللي عندي وهو المحور إلى النقطة اللي نشير لها تو على السلايد، وهو عبارة عن نصف قطر الأسطوانة. إذا طول القوس هو الرو مضروب في الدي فاي. هذه المسافة الثانية. شنو مازال عندي من مسافات؟ أول حاجة حسبت كان عندي دي رو دي فاي، مازال تغير على المحور زد. التغير على المحور زد من النقطة الأساسية اللي عندي لعند البداية هنا، حيكون عندي عبارة عن زد. لو ضفت لها مسافة بسيطة، تغير بسيط في المسافة، حتجد دي زد. إذا المسافة المكعب من النقطة اللي نشوف فيها إلى النقطة الثانية عبارة عن تغير على المحور زد مقداره دي زد. إذا نقدر نحسب توا مساحات الأسطح اللي عندي، هذه هستخدمها في المسائل لما نبي نحسب مساحة معينة. شنو التغير اللي حدث عندي في مساحة معينة؟ لازم نعرف النظام شنو يكون. فنشير لك توا إلى المربع اللي تشوف فيه هنا كم المساحة متاعه. المربع اللي نشوف فيه توا على السلايد كم المساحة متاعه؟ واضح ان المساحة متاعه هو تغير في مسافات. اول حاجة دي فاي مضروب في دي زد، دي فاي مضروب في معلش دي رو مضروب في دي زد، دي رو مضروب في دي زد. نتحصل على المساحة المظللة اللي نشوف فيها قدامي، مساحة السطح اللي نشوف فيها قدامي، ونسميها differential unit area او عبارة عن differential surface unit، تكون عندي بالشكل هذا. هذه المساحة الأولى عرفتها. نجي للسطح الثاني، نشير لهنا، هذا هو السطح الثاني، في قوس هنا موجود، في قوس آخر هنا موجود، وفي خط هنا موجود، وفي خط آخر هنا
موجود عندي، كم يكون مساحة السطح هذا كتغير في مساحة dA؟ كم يكون عندي مساحة؟ مساحة حتكون عندي مسافات مضروبات ببعضا. لو كان هذا عبارة عن سطح، نضرب الأضلاع هذين ببعضا، حيكون عندي المسافة الأولى دي رو مضروبة في المسافة الثانية وهي طول القوس، وهو حتكون عندي الرو في الدي فاي، الرو دي فاي. إذا المساحة المظللة هذه هي عبارة عن رو دي فاي في الدي رو، رو دي فاي مضروبة في دي رو، أو كيف ما نشوف فيها مكتوبة عندي هنا في السلايد، هي الدي رو مضروبة في الرو دي فاي، فنحط الرو في الخارج تصبح رو دي رو مضروبة في الدي فاي. هذا السطح الثاني. السطح الأخير كيف نجيب المساحة متاعه؟ وين السطح الأخير مازال ما حسبتش؟ هو السطح هذا، لاحظ موجود القوس الأول، وهذا عندي خط، القوس الثاني هذا عندي خط. إذا المساحة المظللة نشوف فيها هنا كيف نقدر نحسبها؟ فبسهولة نحسبها، نضرب عندي الأضلاع متاعها، حتكون عندي في الأعلى دي زد، وفي الأسفل هو عبارة عن الرو دي فاي، نضربهم ببعض. هذه عندي المساحة الديفرنشال يونت اريا، حتكون عبارة عن دي زد في الرو دي فاي، دي زد في الرو دي فاي، أو بالشكل هذا حتكون رو دي فاي في الدي زد. عرفت توا التغير في المساحة كيف نحسبه بالنسبة لنظام الإحداثيات الأسطوانية. فقط حاجة واحدة اللي هي مش مألوفة، هو طول القوس اللي كان موجود عندي هنا، ونرجع عن وجود أسطوانة. نشوف هنا الحجم، وحدة حجم تفاضلية كيف نحسبها؟ تغير في الحجم بسيط في المكعب، نشوف فيها هذا قدامي كيف نحسب الحجم. والحجم واضح، نضرب الأضلاع الموجودة قدامي بعضا كل سهولة، يصبح عندي رو دي فاي في الدي رو في الدي زد، وتحصل على وحدة حجم تفاضلية بالشكل. الموضوع الآخر اللي موجود هنا في السلايد، وهو تحويل نقطة موصوفة في الإحداثيات الأسطوانية إلى نقطة موصوفة في الإحداثيات الكارتيزية والعكس. طبعا الكلام هذا يحتاج إلى علاقة بين المسافات، علاقة بين الإكس وبين الرو والفاي والزد والواي والزد. طبعا واضح عندي شيء مشترك هنا، وهو المحور زد، نفس الإكس نفس الزد. إذن عندي نقطة موصوفة في الإحداثيات الكارتيزية والأخرى في الأسطوانية، آخر رقم وهو الزد حيكون نفسه في الإحداثيات الاثنين. يصبح عندي تو كيف نحول بين الإكس والرو والفاي والواي. نشوف أنا شو العلاقة بينه. ننتقل للشكل اللي في الأعلى، طبعا لما نوصف نقطة في نظام الإحداثيات الكارتيزية بنتحرك على المحور X مسافة مقدارها X1، أو أي مسافة هنا هتكون الـ X مثلا، وحنتحرك على المحور Y مسافة مقدارها الـ Y، أو واي واحد، أو أي نقطة كانت موجودة عندي. ثم حنتحرك إلى أعلى مسافة مقدارها زد، كيف ما خذينا في المحاضرات السابقة بالشكل هذا. لو رسمت هنا أيضا الأشياء الأخرى الموجودة عندي، عندي الرو، الرو كيف كنت نوصل لها؟ كنت نوصل الرو هي نصف قطر الأسطوانة كيف ما نشوف فيها بالشكل هذا، سواء الـ X والـ Y والـ Z كنقطة، أو الرو والـ Phi و الـ Z كنقطة في نظام إحداثيات آخر. هن اثنين يصنع لنفس البوزيشن، وهو اللي نشوف فيه هنا هو على الشكل، وهو الـ P.
فشن العلاقة بيناتنا؟ بنجيب علاقة تو بين الرو والإكس. لو مثلت الرو كيف ما نشوف فيها هنا، تمثل وتر، هذه الرو تمثل وتر. نقدر نحلل الضلع هذا على المحور إكس وعلى المحور واي باش نجيب علاقة بيناتهم. فبالتالي الرو نمد بشكل مستقيم لما نوصل للنقطة على محور إكس، إذا هذه هي الإكس اللي نبيها. ونمد أيضا الرو بشكل موازي للمحور إكس لما نوصل للمحور واي بالشكل هذا. هذه النقطة واي، إذا شنو العلاقة بيناتهم؟ هناخذ الرو ونحللها على المحور إكس، الضلع المجاور للزاوية، نشوف فيها شنو الزاوية هذه الموجودة عندي. هذه الزاوية فاي، هذه عبارة عن الزاوية فاي، أيضا في موجودة في نظام الإحداثيات الأسطوانية. فنحلل الوتر، هنحلها هنا إلى ضلعين، ضلع مجاور للزاوية حيكون هو عبارة عن الرو مضروبة في كوساين الفاي، والضلع الآخر الضلع المقابل للزاوية فاي أشرت له هو اللي هو عبارة عن قيمة واي. شنو يساوي الضلع المقابل للزاوية فاي في وجود أو بمعلومية الوتر؟ هيساوي الرو مضروب في ساين الفاي. إذا هنا حصلت على علاقة بين الرو وبين الإكس. الإكس شنو تساوي كيف ما نشوف في الجدول؟ والضلع المجاور للوتر، إذا الرو مضروب في كوساين الفاي. والواي شنو تساوي بمعلومية الوتر؟ إذا تساوي نصف قطر الأسطوانة رو مضروب في ساين الزاوية فاي. بالنسبة للزد طبعا مفيش تغيير، إذا الزد حيكون نفس القيمة. إذا لو كان عندي نظام الإحداثيات، نقطة في نظام الإحداثيات الأسطوانية عبارة عن رو فاي وزد، ونبي الإكس، الإكس تساوي ناخد الرو نضربها في كوساين الزاوية فاي. لو نبي الواي أيضا ناخد الرو نضربها في ساين الزاوية فاي، والزد نحط نفس القيمة. مثال العكس، لو كان عندي الإكس والواي والزد ونبي الرو والفاي كم تكون عندي؟ نمسح الكلام الإشارات اللي موجودة هنا ونبدأ في استخراج الزد. طبعا حولوها عارفينها نفس القيمة، انتهينا منها. مازال الرو، الرو شن تمثل في الشكل المرسوم؟ تمثل الوتر بمعلومية الإكس و الواي. نقدر نحسب الوتر، عندي مثلث وعندي الإكس والواي، هذه الإكس موجودة وهذه الواي، التقابل واضحة موجودة عندي هنا. إذا نقدر نحسب الرو، شنو يساوي الوتر؟ إكس تربيع زائد واي تربيع من تحت الجذر، نتحصل على الرو، تحصل على الرو وهو الوتر متاع الإكس والواي. تمام، كيف نتحصل على الفاي؟ كيف نتحصل على الفاي؟ لو نرجع للعلاقات اللي حصلت عليهم في الجزء الأول، عندي الإكس تساوي الرو في كوساين الزاوية فاي، وعندي الواي تساوي الرو في ساين الزاوية فاي. إذا نقدر من هنا نحسب الفاي. كيف نحسب الفاي؟ نقدر نقسم المعادلة الثانية على الأولى، نقسم الواي على الإكس، فشن حيكون عندي؟ حيكون واي على الإكس تساوي الرو، هتختصر مع الرو، وساين الزاوية على كوساين الزاوية يعطيني تان الزاوية. ناخذ التان انفيرس، تصبح عندي الفاي واضح انها تعطيني تان انفيرس الواي على الاكس. وبالتالي اي نقطة نقدر نحولها من نظام الاحداثيات الكارتيزي الى نظام الاحداثيات الاسطواني، والعكس من نظام الاحداثيات الاسطواني الى الكارتيزي. هذه لو نقطة بنوصفها في النظامين، نقطة بنوصفها في النظامين، او بنحولها من نظام الى اخر. في النهاية كيف ما قلنا نوصل لنفس البوزيشن. خذينا تحويل النقاط من الإحداثيات، نقطة في الإحداثيات الكارتيزية إلى نقطة في الإحداثيات الأسطوانية والعكس. تو الموضوع اللي عندنا هو تحويل المتجهات من متجه من نظام إلى آخر. قبل ما نبدأ في تحويل المتجهات، في عندنا صفحة رقم 19 في تكست بوك، تيبل 1.1 يتكلم على الدوت برودكت بين متجهات الوحدة.
فعلى سبيل المثال لو كان عندي متجه الوحدة AX بنتقل للدوت برودكت مع الأيرو. إذا هنا عندي دوت برودكت بين متجهات الوحدة في إحداثيات في أنظمة إحداثيات مختلفة. فشن يكون الناتج لو ضربت الـ AX في الأيرو ضرب نقطي، كم يكون عندي الناتج؟ أنا عارف أن مقدار المتجه الأول في مقدار المتجه الثاني في كوساين الزاوية بينهما. إذا شنو حيكون الـ AX في الأيرو والـ AY دوت الأيرو والبقية كيف ما نشوف في الجدول. الناتج النهائي موجود عندي، عندي الـ AX في الأيرو تساوي كوساين الزاوية فاي. بهي كيف كان عندي الناتج هذا. طبعا شنو حنستفيد من الكلام هذا؟ الاستفادة اللي موجودة عندي اني مش حنقدر نحول من متجه في نظام الاحداثيات معين الى اخر الا لو عرفت الدوت برودكت بين الانظمة، بين متجهات الوحدة في الانظمة المختلفة. والسبب هنا نظرية الاسقاط اللي تكلمنا عليها والبروجكشن بين المتجهات هي اللي حتستخدم في تحويل متجه من نظام احداثيات الى نظام اخر. فلو كان عندي متجه في نظام الاحداثيات الكارتيزية ونبي نحوله الى نظام احداثيات اسطوانية، فكيف تتم العملية؟ تتم عن طريق اسقاط المتجه باتجاه متجه اخر. فلو كان عندي متجه في الاحداثيات الكارتيزية نبي ما يقابله في الاسطوانية، فلازم نسقط المتجه هذا على المحور الايرو، وبالتالي نتحصل على مركبة المتجه الكارتيزي باتجاه المحور ايرو، فيصبح عندي المركبة الاولى موجودة. توني بالمركبة الثانية، اذا ناخذ متجه في الاحداثيات الكارتيزية وندير له اسقاط على الاي فاي، فبالتالي نتحصل على مقدار مركبة المتجه الكارتيزي لكن باي اتجاه؟ باتجاه النظام الاخر وهو الاي فاي. نفس الكلام للاي زد، طبعا حيكون الناتج هو نفسه بالنسبة لي. المركبة الاخيرة حتكون هي نفسها في نظام الاحداثيات كيف ما كانت عندي تماما في النقاط. باهي حنعود الكلام هذا، لكن طبعا توا قبل ما نبدو فيه لازم نعرف الدوت برودكت هذا بين الانظمة كيف عطاني، كيف نقدر نتحصل عليه عن طريق القيم اللي نشوف فيها في الجدول، كوساين الفاي ومعنى ساين الفاي والزيرو والواحد وهذين كيف جات. فننتقل توا نبدو في الاكس دوت الايرو كيف نتحصل عليه. كيف ما نشوف عندي هنا نرسم رسمة بسيطة تشير إلى عندي هنا محور إكس وعندي هنا المحور واي. موجود عندي طبعا هنا عندي الاي اكس وهنا عندي الاي واي. شن مازال موجود عندي اخرى نحط النظام الاخر ايضا نحطه على الرسم، فهذا يمثل الايرو او المحور رو. الفاي طبعا عارف انا اتجاهها بالشكل هذا، هذا الاي فاي. طبعا نقدر ايضا الزد طبعا حيكون الى اعلى عمودي عليه، ما فيش داعي هنا ده. به
عندي هنا الزاوية فاي، واضح شوف الزاوية فاي موجودة. أول حاجة نبيها الـ x dot product مع الأيرو، شنو تساوي كيف ما نحنا خاضينا؟ مقدار المتجه الأول واحد في مقدار المتجه الثاني واحد في كوساين الزاوية بينهما، كوساين الزاوية كم الزاوية؟ لو نجي نرجع هنا للشكل نشوف فيه الزاوية اللي هي بين الـ x والأيرو هي عبارة عن الزاوية فاي، إذا كوساين الزاوية فاي، إذا النتج هنا حيكون عندي كوساين الزاوية فاي. إذا انتهينا من التحويل الأول، AX دوت الأيرو يعطيني كوساين الفاي، كوساين الفاي فاي. طبعا أثناء الحل تو نشوفوا مسائل كيف نحسب مقدار الفاي، من أي نقطة تقع على المتجه نحسب مقدار الفاي، لو كانت موجودة أيضا في أي إحداثيات نحول النقطة إلى إحداثيات الأخرى. أي دوت الأيرو كم تساوي؟ دوت برودكت مع الأيرو شنو تساوي؟ نفس الكلام، مقدار المتجه الأول مقدار المتجه الثاني في كوساين الزاوية بينهما، شنو هن هي الزاوية بينهما بين الواي و الرو. نشوف الواي نشير اليها، هذا عندي الواي واضح، والفاي كيف ما نشوف فيها بالشكل اللي قدامي كوساين الزاوية بينهم. الزاوية بينهم هنا شنو تساوي؟ اللي هي نشير اليها باللون الاسود هنا، هذه كوساين الزاوية بين الايرو والاي واي هي عبارة عن 90 درجة ماينس الفاي، 90 درجة ماينس الفاي، فنقدر نكتبها هنا 90 درجة ماينس الفاي ماينس الفاي. طبعا كوساين 90 ماينس الفاي هي عبارة عن ساين الفاي، هي عبارة عن ساين الفاي. اذا هذا هو الحل الثاني او الاثبات الثاني، اي واي دوت الاي واي دوت الايرو تعطيني ساين ساين الفاي. اذا هذا دوت برودكت بين احداثيات مختلفة، والقيمة النهائية هنستخدمها كم حتكون؟ طبعا الكلام هذا كيف ما قلنا في تحويل المتجهات متجه لاخر هنحتاج الدوت برودكت بيناتهم. مازال عندي الاي اكس دوت الاي فاي، نكتب هنا الاي اكس دوت برودكت مع الاي فاي عشان حتعطيني. طبعا لازم نعرف الاي اكس وين والاي فاي وين موجودة. الاي اكس نشير لها واضح عندي، الاي فاي ايضا موجودة عندي هنا، نمسح البقية الاكس والاي فاي، الاكس موجود عندي فاي واضح، نحاول الزاوية هذينا نرجع هنا نشوف الاكس والاي فاي. الاكس والاي فاي نشير لها باللون الاسود كيف ما نشوف فيه هنا في الرسم، كيف نضربهم ببعض؟ المقدار الأول في الثاني، إذا واحد في الواحد، واحد دوت الواحد مضروب في كوساين الزاوية بينهم، كم الزاوية بينهما تكون؟ طبعا صعب هنا نعرف الزاوية لو درت إسقاط بسيط. الاي فاي طبعا باللون الأسود نشوف فيها هنا، نقدر نرسمها على نفس المحور، النقطة هي نفسها الاي فاي. الآن
نقدر نعرف الزاوية بين الـ X و الـ A phi هي عبارة عن شنو؟ مظبوط 90 زائد الفاي، هذه الزاوية هتكون عبارة عن 90 درجة مضاف لها الفاي، فتسعين زائد الفاي نقدر نفك الدالة المثلثية كوساين A زائد B. شن تساوي؟ كوساين الأول مظبوط في كوساين الثاني ماينس ساين الزاوية الأولى في ساين الزاوية الثانية. أنت حصل لما نفك الكلام هذا على ماينس ساين الفاي، ماينس ساين الفاي. آخر حاجة موجودة عندي الـ AY دوت الـ A phi، الـ AY دوت الـ A phi دوت product، عشان يكون عندي الناتج واحد في الواحد مضروب في كوساين الزاوية بينهما. الـ AY والـ A phi كم الزاوية تكون بينهما؟ نشير لها هنا دائرة، هذه الـ AY هذه الـ A phi، الزاوية بينهما عبارة عن هذه وهي تماما الفاي، وهي تماما الفاي. إذا نكون في كوساين الفاي تعطيني كوساين الفاي، كوساين كوساين الفاي. شو المزال موجود اخرى؟ طبعا الازد في الازد هتعطيني واحد، الازد في الاي اكس هتعطيني صفر، الازد في الاي واي ايضا هتعطيني صفر، الايرو في الازد ايضا صفر، الاي فاي في الاي زد ايضا تعطيني صفر. هذين كلهن في نفس المحاور متعمدات على بعضن، الايرو والاي زد متعمدات على بعضن موجودة في نفس المحور. اذا كوساين 90 تعطيني، هذا بالنسبة لي القيم لموجودات في الجدول وكيف تحصلنا عليه، وكيف تحصلنا عليه. كيف ما ذكرنا في الفيديو السابق عن تحويل متجه من نظام احداثيات الى اخر، وتطرقنا الى ان هنحتاج للدوت برودكت بين اتجاهات الوحدة بالنسبة للانظمة، وهو اسقاط متجه باتجاه متجه اخر. فكيف ما نشوف، انا عندي نظام الاحداثيات الكارتيزي والاسطواني، وبنحول بيناتهم المتجه. هذا الجدول اللي كان مذكور في الفيديو، طبعا هنا عندي نظام الاحداثيات الكارتيزي الاسطواني، هنا نظام الاحداثيات الكارتيزي. المتجه المعطى وهو A في عنده ثلاث مركبات X والY والZ، أي أن ممثل في نظام الاحداثيات الكارتيزي اللي نشوف فيه قدامي. يبي يتم يراد ان يتم تحويله الى متجه A لكن في الاحداثيات الاسطوانية، وبالتالي انا نحتاج الى مركب المتجه هذا اللي هو الكارتيزي لكن باتجاه المحاور للنظام الاخر، وهي الرو والفاي والزد. اذا هذا موجود عندي، مركبات المتجه في الاحداثيات الكارتيزية، المركبة X Y Z كما تكلمنا عليها هنا موجودات عندي. المجهولات هنا مركبة المتجه باتجاه
المحور فاي وركبت المتجه باتجاه الرو والفاي والزد كيف ما شفت في واضح في السلايد. كيف نحسب مركبات المتجه الكارتيزي في النظام الاسطواني؟ اذا نحتاج الى اسقاط المتجه باتجاه المحاور الجديدة. اذا المتجه اللي هو في نظام الاحداثية الكارتيزية يتم اسقاطه على او باتجاه المحور رو. كيف يتم اسقاطه؟ البروجكشن خذينا ناخذ المتجه A وندير له دوت بروتاكت باتجاه الرو، وبالتالي تحصلت على مركبة المتجه الكارتيزي باتجاه باتجاه المحور رو. مقدار مركبة المتجه الكارتيزي A باتجاه المحور رو، لو نبي المركبة كمقدار واتجاه نضيف بعدها شنو، نضربها في الA في الايرو، نضربها في الايرو، فهي تكون بالفعل طبعا كيف نشوف انا مضروبة في الايرو. اذا كيف نحسب مقدار المركبة باتجاه الايرو؟ مقدار المركبة رو كيف نحسبها؟ هناخد المتجه الكارتيزي كيف ما نشوفها، ندير له دوت برودكت باتجاه المتجه باتجاه المحور رو باتجاه المحور رو، فنتحصل على مركبة المركبة الأولى للمتجه A باتجاه الايرو. مقدار المركبة طبعا دوت برودكت هنا شنو حنحتاج بيه؟ المتجه بالكامل باتجاه الاكس والواي والزد نظام الاحداثية الكارتيزية، دوت برودكت مع الاي الايرو، نوزع الايرو في الداخل، هيكون عندي اي اكس دوت برودكت مع الايرو كيف ما نشوف، الاي واي دوت برودكت مع الايرو، والاي زد دوت برودكت مع الايرو، هذه حتعطيني صفر عارفها لان في نفس الاحداثيات الزاوية بينهما 90 درجة، كوساين حتساوي صفر. الاي اكس والاي واي مع الايرو في عندهم قيمة، اكس مع الايرو كوساين والاخرى تعطيني ساين كيف ما نشوف هنا وهنا، فيكون عندي الناتج بالشكل هذا. اذا مركبة المركب الجديد مركبة الفكتور الجديد اللي هي المركبة الاولى اللي هي باتجاه المحور ايرو او مركبة الايرو شن تساوي؟ مقدارها يساوي اي اكس في كوساين فاي زائد الاي واي في ساين الفاي زائد الاي واي في ساين الفاي. نمسح الكلام اللي موجود عندي هنا او الاشارات اللي موجودة عندي ونشوف شن عندي الان مطلوب. الآن مطلوب انتهينا من المركبة الأولى للمتجه الجديد باتجاه الإيرو، مركبة الإيرو تحصلنا عليها المركبة الأولى. مثل المركبة الثانية وهي المحور الثاني باتجاه الإي فاي، كيف نتحصل عليها؟ المركبة الثانية مركبة اللي هي باتجاه المحور فاي، كيف نتحصل عليها؟ باش نجيب مركبة المتجه الكارتيزي لكن باتجاه المحور فاي، لازم ناخذ المتجه الكارتيزي وندير له اسقاط باتجاه المتجه او المحور فاي عن طريق الدوت برودكت. فناخذ المتجه الكارتيزي، هذا هو المتجه الكارتيزي، ندير له دوت برودكت اسقاط باتجاه المحور فاي، اذا دوت برودكت مع اتجاه المحور فاي وهو الاي فاي، نتحصل على مقدار المركبة الثانية، مقدار المركبة الثانية هي باتجاه الفاي. نوزع هذا المتجه الكارتيزي واضح عندي اكس واي وزد دوت برودكت مع متجه الوحدة للمحور فاي وهو الاي فاي، نوزع في الداخل اخر مركبة هتساوي صفر زاوية 90، والاخرات اكس والاي فاي والاي واي في الاي فاي عند المقادير اي اكس في الاي فاي واضح عندي، هتعطيني ماينس ساين، والاي واي في الاي فاي دوت برودكت هتعطيني كوساين
الفاي، الناتج النهائي حيكون واضح عندي بالشكل ده. المركبة الأخيرة كيف نتحصل عليها؟ هذه المركبة الأخيرة للمتجه الأسطواني، المركبة الأخيرة للمتجه الأسطواني حتكون باتجاه الزد، هي نفس المركبة للمتجه الكارتيزي. كيف نتحصل عليها؟ يا إما ناخذ ليزت نديرلها دوت برودكت، يا إما ناخذ أو حناخذ المتجه الكارتيزي نديرلها دوت برودكت مع متجه الوحدة باتجاه الإزد. شو اللي حيصير عندي؟ نشوفه. هذا المتجه الكارتيزي واضح عندي، دوت برودكت مع الإزد حينضرب في الإكس حيعطيني صفر، حينضرب في الإي واي حيعطيني صفر متعامدات، حينضرب في الإزد حيعطيني واحد، حيعطيني الواحد. فاي زد دوت الاي زد حيعطيني واحد، والمقدار الاي زد في الخارج حيكون هو الناتج عندي بالشكل هذا. اذا كملخص للسلايد هذه، لو كان عندي اي متجه كارتيزي بنحول الاحداثيات الاسطوانيه، ما فيش عندي حل الا اني نجيب مركباته في الاحداثيات الجديده. مركباته في الاحداثيات الجديده وهي الاحداثيات الاسطوانيه كيف نتحصل عليها؟ عن طريق نظريه البروجكشن. هناخد المتجه الكارتيزي ندير له دوت برودكت مع الاتجاهات الجديده اللي هي الرو والفاي والزد، فناخد المتجه دوت برودكت مع الايرو ونتحصل على مركبه المتجه الكارتيزي باتجاه ايوه المحور رو، وهي المركبه الاولى تحصل على مقدارها. ناخذ المتجه الكارتيزي الان ديلا دوت برودكت مع المحور الاخر او اتجاه المحور الاخر اللي هو الاي فاي، نتحصل على مركبه الاي فاي. ناخذ المتجه الكارتيزي دوت برودكت مع الاي زد، نتحصل على المركبه الاخيره باتجاه المحور الاخير وهي الاي زد، وتكون نفس مركبه الاي زد. لو كان عندي المتجه المعطى في المساله، كيف ما نشوف هنا في الاحداثيات الاسطوانية ومطلوب تحويله الى احداثيات الكارتيزية، اذا نفس الكلام. شو اللي معلوم عندي؟ معلوم عندي المتجه في الاحداثيات الاسطوانية اي مركباته في المحاور الاساسية متاعه معلوم، ثلاث محاور. فالمركبة باتجاه الرو والفاي والزد موجودات عندي، مركبة الرو، مركبة الفاي، مركبة الزد موجودات عندي، ومعلومات القيمة. مطلوب المركبة اللي تكون باتجاه المحور X Y وزد. مش نعرف المركبة اللي باتجاه المحور X كم المقدار متاعها اللي هو الـ A X. فاش ندير؟ نفس ما درت في السلايد السابقة، نجيب المتجه اللي هو في الاحداثيات الاسطوانية ندير له دوت برودكت باتجاه الـ X، اي دوت برودكت باتجاه المحور X. اتجاه المحور X هو الـ AX، يشير إلى اتجاه المتجه المحور، فندير له دوت برودكت مع الـ AX. شو نتحصل؟ هنتحصل على مركبة المتجه الأسطواني لكن باتجاه المحور الكارتيزي AX، وهي المركبة المطلوبة، ونتحصل على المقدار. ناخذ الـ AX ندير لها أول حاجة دوت برودكت مع الـ ARO، دوت برودكت مع الـ AFI، دوت برودكت مع الـ AZ، الناتج حيكون بالشكل هذا. تقدر تستنتجها بسهولة. نعود نفس الكلام للفهم. الآن نبي المركبة الثانية هي المجهولة عندي، وتكون هي عبارة عن الـ AY. كيف نتحصل عليها؟ أيضا عن طريق الإسقاط. نأخذ المتجه الأسطواني معلوم المركبات، نديلا دوت برودكت باتجاه المحور Y، أي دوت برودكت مع متجه الوحدة AY، نتحصل على مركبة مقدار مركبة المركبة الثانية، وهي مقدار مركبة الواي حتكون عبارة عن الاي واي. طبعا لما نوزع هناخد الاي واي دوت برودكت مع الاي فاي، والاي واي دوت برودكت مع الاي زد، وما ننساش طبعا الايرو. نوزع في الداخل ونعوض بقيم دوت برودكت لمتجهات الوحدة اللي كان في التيبل السابق، تحصل في النهاية على المعادلة هذه. آخر حاجة طبعا بدون ما
او by inspection بالنظر ال a z وال a z حيكون نفس القيمة. اذا المركبة الاخيرة في الاحداثيات الكارتيزية هي نفسها في الاحداثيات الاسطوانية. هذا بالنسبة لتحويل من متجه نظام احداثيات الى النظام الاخر. هنحتاج الى دوت برودكت او بروجكشن، اسقاط المتجه باتجاه المحاور للنظام الاخر. نفس الكلام حيكون عندي لو بنشتغل على الاحداثيات الكروية وعندي متجه في الاحداثيات الكارتيزية. اذا نحتاج نجيب اسقاط المتجه على المحاور الجديدة، بالتالي نحوله الى النظام الجديد، نحوله الى النظام الجديد وهو النظام الكروي، وكيف ما خذينا هنا نظام اسطواني. عندنا هنا بعض التمارين، نديروا لهم فيديو خاص بهن، نتكلموا على بعض التمارين الموجودة عندنا سواء دريل 4 وهنتكلم على 5 و6. السلايد الجاية هنديروا لها فيديو لحل المسائل. نتكلم في الفيديو هذا على دريلز 4 و5 و6. حنعطوا الفكرة متاع 4 سهلة ينفعش مشكلة، ونحلو 5 و6 بشكل سريع. نشوفوا هنا عندنا دريل رقم 4، لو قرينا منه 3 vertices of triangular are located at، عندي ثلاث رؤوس المثلث، ثلاثة A و B و C، وعطاك اللوكيشنز متاعهم. مطلوب A RAB cross product مع ال RAC. لو مثلت ال A وال B وال C بسرعة نعطيك نشوف الفكرة متاعهم. لو قلنا عندي مثلث A و B و C، الشكل هذا شكل تقريبي A و B و C. هذين الرؤوس المثلث اللي تكلم عليه، مطلوب الكروس برودكت بين تقريبا ال A كان كروس برودكت R A B كروس برودكت مع ال R A C. ال R A B هو المتجه، موضع النقطة B نسبة إلى A، يتجه من الـ A للـ B بالشكل هذا. طبعا من سهولة تحصلوا عليه من النقطة B ماينس النقطة A انتهينا منها، المتجه الأول. متجه الـ RAC يمتد من النقطة A للنقطة C، من سهولة تحصلوا عليه عن طريق C ماينس الـ A، عن طريق النقطة C ماينس النقطة A. هذا تحصلنا عليه. شو اللي مازال عندي توا؟ الكروس برودكت بين المتجهين. طبعا كروس برودكت بين المتجهين بكل سهولة حنتحصل عليه، حيكون متجه ثالث، ونقدر نسميه اي تسمية. مثلا نقدر نسميه المتجه الناتج من هذين الاثنين، نقدر نسميه مثلا ال R Q، اي تسمية نسميه مثلا ال R Q. الار كيو عمودي على البلين او المستوى الذي يقع فيه المثلث، الذي يقع فيه المثلث، او عمودي على المتجهين ار اي بي والار اي اي سي، في بيناتهم طبعا زاوية. هنا ممكن نتكلموا عليه مرة اخرى. فنحسب الكروس برودكت سهل طبعا، كيف ما انتم عارفين تبي الاي اكس المتجه الجديد اي واي وال A وال A Z، هيكون بالشكل هذا.
a x وال a y وال a z. نحط هنا المتجهات، قيم المتجهات نحطها هنا، ونستخدم الكروس برودكت بسرعة بيناتهم، ونطلع الار الار كيو الار كيو. انتهينا من الجزء الاول. الجزء الثاني مطلوب مساحة المثلث، مساحة المثلث. باهي، مساحة المثلث شن تساوي؟ شن تساوي مساحة المثلث؟ هتساوي نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع. إذن هي نص القاعدة مقدار المتجه R AC مضروب في الارتفاع. شنو هو الارتفاع هنا؟ الارتفاع هو مقدار المتجه R A B. طبعا لو نلاحظ الارتفاع هنا مقابل الزاوية، صح ولا ثيتا؟ هو عبارة عن مقابل الوتر. شنو هو الوتر؟ اللي هو المتجه R A B. إذا نقدر نضرب هنا في الساين الزاوية ثيتا، في الساين الزاوية ثيتا. إذا نحتاج نص. باهي، نص ال R A C ال R A B في ساين الزاوية ثيتا هو عبارة عن شنو لو تتذكر؟ مظبوط، هو عبارة عن مقدار الكروس برودكت. مقدار الكروس برودكت كيف ما قلنا من قبل، الكروس برودكت هو مقدار واتجاه. المقدار هو عبارة عن مقدار المتجه الأول ومقدار المتجه الثاني في ساين الزاوية بينهما، والاتجاه عمودي على البلين اللي يقع فيه المتجهين وفقا لقاعدة اليد اليمنى. طبعا لو خديت ال R A B كروس برودكت مع ال R A C هلقيت عمودي خارج من البورد، عمودي عليها خارج من البورد. الإضافة هنا هي فقط النص. إذا هذا عبارة عن مقدار الكروس برودكت بين المتجهين R A C وال R A بي. باهي، وين مقدار المتجهين الكروس برودكت بيناتهم؟ هو عبارة عن مقدار المتجه ار كيو فقط. الناقص عندي هنا هو شنو؟ هو النص. الناقص عندي فقط هو النص. فبالتالي الفقرة بي كيف نقدر نحلها؟ عن طريق اني نجيب ايوه الاري، لو سميتها كابيتال اي الاري المثلث، شنو هتساوي عندي؟ هتساوي نص مقدار الار كيو. بمقدار الار كيو كيف نجيبه؟ اكيد حيكون جذر تربيع الاكس، مركبة الاكس تربيع زائد مركبة واي تربيع زائد مركبة زد تربيع، وانت حصل نضرب في النص وانت حصل على الاريا. الفقرة الاخيرة وهي الفقرة سي. شو نتكلم الفقرة سي؟ الفقرة سي مطلوب متجه الوحدة العمودي على البلين، فنشوفه متجه الوحدة العمودي على البلين
unit vector perpendicular to the plane in which the triangular is located. المستوى اللي يقع فيه المثلث مطلوب متجه الوحدة العمودي عليه. طبعا كيف ما اشتغلنا هنا شنو هو المتجه الوحدة العمودي على المثلث؟ شنو هو المتجه العمودي على المثلث؟ المتجه العمودي على المثلث هو المتجه الناجم الكروس برودكت في الفقرة رقم A، وهو المتجه كيو، وهو المتجه كيو. هذا المتجه العمودي على المثلث، العمودي على المستوى اللي يقع فيه المثلث. فبالتالي نجيب متجه الوحدة متاع، وهو حيكون عبارة عن A كيو. شنو حيساوي؟ هتساوي الار كيو على مقدار المتجه الار كيو. نقدر بسهولة، المتجه موجود، نعوض عنه ونقسم على المقدار، وهو مقدار تحصل على متجه الوحدة العمودي مقداره الواحد الصحيح، واتجاهه باتجاه المتجه ار كيو. هذا بالنسبة لي، تقدر تحل وتتأكد من النواتج النهائية. فهذا يكون عندي بالنسبة لي المسألة هذه. شوفوا المسألة الأخرى. نستمر في التمارين. عندنا 1-5. مطلوب الأول give the cartesian coordinate of the point، عطاني نقطة. النقطة واضح أنها في الإحداثيات، نقطة C واضح أنها في الإحداثيات كارتيزية الأسطوانية. عندي الرو، عندي الفاي، وعندي الزد. مطلوب تحويلها إلى الإحداثيات الكارتيزية. نكتب النقطة، النقطة C، أعطاني النقطة C هي عبارة عن 4.4 وناقص 115 بالإضافة لـ2. هذه الرو وهذه الفاي وهذه عبارة عن زد. مطلوب تحويلها لإحداثيات الكارتيزية. كيف نحول الإحداثيات الكارتيزية؟ عندي هنا الاكسشن تساوي كيف ما خذينا الرو الكوساين الزاوية فاي. الرو موجودة عندي كم؟ 4.4 نضربها في كوساين الزاوية فاي ماينس 115 درجة. الناتج حيعطيني ماينس 1.86. هذا الجزء الأول اللي هو الاكس، الثاني اللي هو الواي. تعطيني الرو مضروبة في الساين الفاي. الرو 4.4 مضروبة في الساين زاي فاي ماينس 115. الناتج هيعطيني ماينس 3.99. هذا واحد، هذا اثنين. آخر حاجة الزد، عارفين انه هو هيكون مشترك في الإحداثيات، هيكون الناتج 2 مباشرة. اذا C ما يقابلها في الإحداثيات هي الكارتيزية 1.86 وناقص 3.99. والاثنين بالشكل. تمام. تمام. الفقرة اللي بعدها وهي الفقرة B، مطلوب اعطاني نقطة في الاحداثيات العكس تماما الاسطوانية، مطلوب تحويلها للكارتيزية. النقطة هذه سماها النقطة دي.
النقطة دي هي عبارة عن ماينس 3.1 و 2.6 و ماينس 3. هذه الأحداثيات الكارتيزية متاعها. مطلوب الأحداثيات الأسطوانية، كيف نقدر نحول هاي الأحداثيات الأسطوانية؟ نبدأ في التحويل اللي خذيناه نحنا، ان نبي نحسب الرو. شن تساوي الرو؟ الرو حتساوي جذر زائد واي تربيع. نعوض في القيم، عندي جذر ماينس 3.1 تربيع زائد، هيكون عندي الواي تربيع 2.6، النتج حيعطيني تحت الجذر حيعطيني 4.04. إذا هذه هي الرو. مازال عندي الفاي، كيف نحسبها؟ الفاي، الفاي تساوي تان انفرس الواي على الاكس تان انفرس الواي اللي هي عبارة عن 2.6 على الاكس اللي هو ماينس 3.1. هنا في حاجة بنشوفها، وين تقع الزاوية؟ اين تقع الزاوية؟ طبعا لو رسمت انا الاكس والواي بالشكل هذا، الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، كلام الله صح؟ تأكيد لا، الاكس نيجاتيف. اذا عندي النقطة هذه المحور، الواي بوزيتيف النقطة هذه. اذا الزاوية اين تقع؟ مع الزاوية حتقع عندي فاي في ربع ثاني. فلو انا حسبت بالآلة القيمة حتعطيني ماينس 40. لازم نزيدها كم؟ 180، لازم نزيدها 180. فالنتج حيكون عندي بالشكل هذا، عبارة عن 180 ماينس 40، فالنتج هنا حيكون 140 درجة. هذه بالنسبة للفاي. آخر حاجة اللي هي الزد، طبعا كيف ما قلنا هتكون مشتركة. إذا هتعطيني ماينس 3، تعطيني ماينس 3. مطلوب الأخير هو المسافة بين النقطتين سي ودي. كيف نحسب المسافة بين النقطتين سي ودي؟ لو كان هذه النقطة سي وهذه النقطة دي، فالمسافة
فهناك فيكتور يبدأ من النقطة سي ينتهي عند النقطة دي، وهو متجه موضع النقطة دي نسبة إلى سي، ونقدر نسميه على سبيل المثال نقدر نسميه اي سي دي بالشكل هذا. هو الاي سي دي يبدأ من النقطة سي وينتهي عند النقطة دي، ونقدر نسميه متجه موضع النقطة دي نسبة إلى سي. نحسب المتجه هذا، لما نحسب المتجه هذا لو شفت حسبت مقداره، مقدار المتجه هو طول المتجه، وهو المسافة بين النقطتين سي ودي، نقطتين سي ودي. نحسب الـ ACD شن حيساوي؟ حيساوي الـ AD متجه موضع النقطة دي ماينص متجه موضع النقطة سي، أعطيني ماينس 3.1 بلس 4.6. الناتج حيكون باتجاه الاكس، بلس القيمة الثانية حتكون عندي 2.6 زائد 3.99 باتجاه الواي، بلس 3 - 2 باتجاه الزد، هنتحصل على -1.24 اتجاه الاكس، بلس 6.59 اتجاه الواي، ماينس 5 ازد. المسافة هي مقدار المتجه السي دي، اعطيني مربع اكس تربيع زائد تربيع زائد زد تربيع، أعطيني 8.36، هو الناتج الأخير اللي عندي، وهي المسافة المطلوبة. المسألة اللي بعدها 1.6 transfer to cylindrical coordinates، بدك تحول المتجهات التالية إلى الأحداثيات الأسطوانية. الـ A عندي الـ F 10x - 8ay زائد 6az at point 10 - 8 و6. مطلوب التحويل عند نقطة، ليش أعطي فيها في نقطة؟ هنا شن سبب إعطاء النقطة؟ نعرف أنا بنحول متجه من نظام إلى آخر، نحتاج إلى صيغة التحويل اللي خذيناها بعد ما ضربنا كيف ما قلنا دوت برودكت ودرنا البروجكشن. فنتج عندي معادلات لحساب مركبات الرول فاي والزد. المعادلات هذين لو تتذكر فيهم كوساين وساين للفاي، الفاي هذه منين نجيبها؟ إذا لما نحول نحتاج نقطة على المتجه، نحتاج إلى نقطة تقع على المتجه نستخدمها في التحويل، فلازم يعطيني نقطة على المتجه. قد يعطيها لي بإحداثيات الكارتيزية، وقد يعطيها لي بأي إحداثيات أخرى نحتاج نحولها للإحداثيات المناسبة. فأنا أحتاج في التحويل إلى الفاي، فحنحولها من الإحداثيات الكارتيزية كيف ما أعطاها لي هنا، نحولها إلى الإحداثيات الأسطوانية، نستخدمها في تحويل المتجه F من الكارتيزيان تو سيلندريكال كوردينيت. فنبدأ تو نشوف
نحل المسألة. الايه اللي عندي شو المعطيات الموجودة؟ الفكتور اف نقدر نكتبه في الأعلى، فيكتور اف يساوي 10 اكس ماينس 8 اي واي زائد 6 اي زد. مطلوب تحويلها الى احداثيات الاسطوانية عند النقطة بي تساوي 10 ماينس 8 بالاضافة للستة. كيف يتم التحويل؟ نحتاج الى مركبات المتجه الجديد اللي هو اف، لكن في الاحداثيات الاسطوانية شو مركباتها حتكون؟ حتكون الايرو باتجاه الرو زائد الاي فاي باتجاه الفاي زائد الاي زد باتجاه الزد. باهي الاي رو شن تساوي؟ كيف ما خذينا بعد الحل كنت تبرو داك كلام السابق كله، اي اكس كوساين الفاي زائد اي واي ساين فاي كم تكون الفاي. اذا نحتاج نقطة على المتجه، وبالفعل اعطاني نقطة على المتجه نجيب منها الفاي. الفاي شن تساوي؟ تان انفيرس الواي على الاكس. في اي الربع يقع؟ تقع الزاوية فاي مظبوط في الربع الرابع، هي حتكون عندي بالنيجاتيف ماينس 3 8. هذه بالنسبة للزاوية. نبدأ الآن في التحويل. الإكس كم مقداره؟ 10 كوساين الزاوية فاي الإي واي ماينس 8 ساين الزاوية فاي. النتيجة حتعطيني 12 بوينت. هاي بالنسبة لي الايرو. جيب توا الاي فاي كيف نجيبها؟ طبعا الايرو انتهيت منها، نشتغل على الاي فاي. المعادلة جبناها هتعطيني الاكس في ساين الفاي زائد الاي واي في كوساين الفاي. نبدأ في التعويض. الاكس موجودة ماينس 10 ساين زي موجودة 6 ماينس 8 بالنسبة لإي واي واضحة إيكو ساين الفاي ماينس.
38.6 نيجاتيف. الناتج كم حاطيني؟ واضح عندي انا تقريبا حاطين الصفر. اخر حاجة عندي اللي هي عبارة عن الازد. الازد عارف انها تساوي نفس الازد اللي موجود عندي في الاحداثيات كارتزية، اذا حتساوي 6. وبالتالي الاف في النهاية نقدر نكتب مقدار الفكتور واتجاهه، فيكون هو الفكتور باتجاه ايرو. الثانية حتكون عندي مش موجودة، الاخيرة حتكون بلاس 6 ازد. هذا بالنسبة لي حل المسألة ايه. المسألة بي تقدر تشوفها، تشوف الحل متاعها، تقدر تحلها وحدك. بالنسبة للمسألة بي فقط نلاحظ ان المعادلة فيها متغيرات الاكس والواي، او النقطة اللي على المتجه في الاحداثيات الاسطوانية. اذا الاكس نقدر نحط ما يقابلها، الاكس نحط ما يقابلها، عشان حتساوي الاكس شنو هو القيمة اللي تقابلها الاكس اللي هو رو كوساين الزاوية فاي، الواي ايضا رو ساين الزاوية فاي. نعوض في المعادلة بعدين نبدأ في التحويل، فنتحصل على الناتج النهائي سهلة جدا. نشوفه توا الفقرة سي. بالنسبة للفقرة سي معطى عندي هنا متجه اتش، نكتب عندي المتجه هنا كمعطيات اتش تساوي 20 باتجاه الرو ماينس 10 باتجاه الفاي. بالنسبة للزد بلاس 3 ازد. واضح ان المتجه في الاحداثيات الاسطوانية مطلوب تحويله المتجه الى الاحداثيات الكارتيزية. عشان اعطاني معلومات، اعطاني النقطة بي تقع على المتجه 5 و2 و-1. اذا حنستخدمها في تحويل، حنستخدمها في التحويل. مش نستخدمها في التحويل، شنو نحتاج في التحويل؟ نحتاج الفاي. شنو تساوي الفاي؟ تان انفيرس الواي على الاكس. كم الواي؟ 2، الاكس 5. اذا النتج حيكون عندي بكل سهولة في الربع الاول 21.8 درجة. الاتش حيكون عندي 1 حيكون عبارة عن احداثيات الكارتيزية. اذا اتش اكس اي اكس زائد اتش واي اي واي بلس اتش زد اي زد. تمام. اول حاجة نبي اتش اكس. شنو هي الاتش اكس؟ مقدار مركبة المتجه في الاحداثيات الكارتيزية. اي المتجه؟ مقدار مركبة المتجه في الاحداثيات الكارتيزية، المركبة
اكس وهي المركبة، اكس كم يكون مقدارها؟ كيف نقدر نحسبها؟ طبعا القانون موجود عندي، مركبة الاكس اتش اكس، فنقدر نحسبها عشان تساوي اتش اكس. تجد عندي تساوي اتش رو في كوساين الزاوية فاي ماينس الاتش فاي ساين الزاوية فاي. المركبة الكارتيزية باتجاه اكس نقدر نحسبها عن طريق مركبات المتجه الحدثية الاسطوانية. يكون عندي بالشكل هذا، نعوض 20 كوساين الزاوية اللي هي 21.8 ماينس ماينس هتجد بلاس العشرة في ساين 21.8 الناتج هيعطيني 22.3. ما زال عندي الاتش واي، كيف نحسب ال اتش واي؟ ال اتش واي شنو هي؟ هي مركبة ثانية للمتجه في الاحداثيات الكارتيزية. مقدار المركبة كيف ما خذيناه من بدري في التحويل هو عبارة عن اتش رو في ساين فاي زائد ال h فاي في كوساين فاي. عشان يكون عندي الناتج هيكون 20 في كوساين 21.8 زائد عندي ماينس 10 في كوساين 21.8 الناتج هيعطيني ماينس 1.8 5 7. آخر حاجة موجودة وهي إذا عارفينها هي ال H3، نفس القيمة هتكون عندي وهي 3. بالتالي نقدر تمام نكتب المتجه اتش في الاحداثيات الجديدة وهي الكارتيزية. هيجد عندي 22.3 باتجاه الاكس، ماينس 1.85 باتجاه الواي، زائد 3 باتجاه الزد. هذا بالنسبة لي الحل النهائي اللي حيكون عندنا، حيكون بالشكل هذا.